خبرت. ومن داخل لوكيشن فيلم عمر الازرق معانا نجم الجميل محمد سليمان. اهلا بحضرتك يا فندم، برحب بيك في بابارتزي. اهلا بيك. كلمني عن دورك في فيلم عمر الازرق. دوري في فيلم عمر الازرق، انا بقدم شخصيه الضابط سالم، وهو انا مش هقدر اقول لك يعني تفصيلات الشخصيه، بس هي شخصيه بتحقق ورا عصابه كبيره جدا. والفيلم بتاعنا فيلم اكشن سسبنس، وفيلم بيقدم مورال معين في منطقه اللي هي بتاعت تجاره المخدرات. طبعا احنا في افلام كتير اتقدمت قبل كده في المجال ده بالذات، سواء الاكشن او العصابات التهريب المخدرات والحاجات ديت، لكن هنا في الفيلم بتاعنا بنقدم رساله، رساله انسانيه وهادفه جدا. محاربة المخدرات اكيد طبعا، احنا مش بنشجع اكيد دي الرساله بتاعتنا، مش تشجيع احنا بس المحاربه ليها ما يعني ليها طرق مختلفة، في يعني ازاي تقولي لا المخدرات بطرق مختلفة. فاحنا هنا واخدين خط معين، ويا رب ان شاء الله يلاقي قبول عند الناس ان شاء الله. ايه المختلف في شخصية محمد سليمان في فيلم عمر الازرق عن الشخصيات اللي قدمها قبل كده؟ طبعا حضرتك اكيد فيلم عمر الازرق مختلف عن كل الاعمال اللي انا عملتها قبل كده. من وجهه نظرك انت شايف اكتر دور يعني مختلف كده بالنسبه لك او حبه؟ شوفي هقول لك حاجه، هو ما فيش حاجه، انا ما تفرقش ان تبقي حابه، يعني يا ريت تبقي حابه العمل اللي انت بتعمليه، لكن مش هي دي النقطه. النقطه انه كل سكريبت محمد سليمان بيحاول انه يشتغل فيه او ينتمي لفريق العمل بتاعه، بتمنى ان السكريبت ده يبقى بيقول حاجه، بيقول مورال. بالتأكيد كل السيناريوهات اللي أنا اشتغلت فيها سيناريوهات مختلفة، حتى لو تشابه الشخصيات اللي أنا بمثلها، ممكن تبقى في ضابط هنا وضابط هناك، مش هو ده اللي بيربط السيناريوهين ببعض، لأن كل سكريبت كل فيلم نازل بيقول رسالة معينة في مجال معين في منطقة متخصصة جدا، يعني ضيقة جدا. ما اقدرش اقول لك اكيد الدور ده مختلف عن اي حاجه انا عملتها قبل كده. مختلف عن هبه رجل الغراب تماما، وكمان اكيد تماما الدور برضو هبه رجل الغراب دوت، يعني معلش الدور شويه فيه استفزاز قوي للجمهور المصري. انت شايف انت كنت بتتعامل معاه برضو يعني لما اخترته او كده، كنت حابب جدا تجسد الدور ده؟ ايه هو ايه مجال الاستفزاز؟ لا الراجل اللي هو الفاشن لا يعني قصدي استفزازي لشخصية محمد سليمان كالعادة اللي احنا بنشوفها يعني. تمام، استفز حاجة جوايا يعني؟ لا استفزنا كطريقة حلوة وكشخصية لذيذة، يعني مش استفزازية طريقة وحشة. انا هقولك حاجة، هو يمكن شخصية هادي رجل الغراب او هادي سرحان يسموه زي ما انتم عايزين، شخصية فيها تفصيلات كتير جدا، وفيها شغل جميلة جدا. لان انت بتطلعي من جلدك خالص، يعني في معظم الادوار الورق ما بيسمحلكيش ان انت تطلعي بره جلدك انت كانسانه، الانسانه اللي احنا نعرفها، فبتلاقي نفسك بتمثلي ادوار طبيعيه لكن ليها مورال مختلف، بيبقى صعب شويه ان يتحس. لكن لما بتطلعي خالص من كينونه بتاعتك الى كينونه ثانيه، يعني سبوز مثلا او تخيلي ان انت بتعملي دور واحده مجنونه مهووسه شعرها منكوش، اكيد مش هعرفك لما اشوفك. هنا انت طلعتي بره الطبيعه الشخصيه بتاعتي بالظبط. بالنسبه لهادي سرحان كان بالنسبه لي طلوع من الكينونه بتاعتي، من جلدي، بطريقتي، بتصرفاتي، بكل حاجه، فهو ده اللي استفز محمد سليمان. استفز برضو الجمهور؟ لا يا رب يكون ما استفزهمش يعني. لا استفزاز جميل، مش استفزاز. ان شاء الله. هتقدم لنا ايه ان شاء الله في الفتره الجايه بعد الفيلم اللي حضرتك دلوقتي بتصور؟ احنا حاليا فعلا بنصور مسلسل مع النجم سوبر ستار استاذ حسين فهمي، و طبعا والنجم نضال الشافعي ومايا نصري، اخراج الاستاذ محمد حمدي، وتاليف الاستاذ
حسام موسى، سوري معلش نسيت، وتاليفي استاذ حسام موسى، ومسلسل برضو مسلسل سسبنس جميل، في فكرة، هو مسلسل 60 حلقة، في فكرة عبقرية، وهدي دوري مختلف، دوري مختلف، مش هتكلم خالص عن دوري في المسلسل ده لانه عايزه يبقى مفاجأة. اللي انا حاسه في الورق بتاع الاستاذ حسام موسى انه هو عمل زي ما تقولي مجال مغناطيسي معين، وكلنا بندور فيه في اطار الاحداث بتاعه المسلسل بشكل جميل جدا. انا مستمتع بكل المشاهد اللي انا بصورها معاهم. ميرسي جدا لحضرتك، ودايما في تألق ونجاح ان شاء الله. شكرا. شكرا. فضلت اقوى موقع فني في مصر.